لوضع هذا المعرض كما يجب أن يكون، وكذلك كافة السادة العارضين الجميع بيتعاون، وإن شاء الله بدون ما أقول إنما الحقيقة وما ورد إلي من المهندس أيمن حسام الدين في التنظيم إن الجميع بيشارك بإيجابية، والتخفيضات لا تقل عن 25% أو 30%، وفي حاجات أكثر من ذلك. فكل ما أتمناه إن الأسر المصرية وعملية التعليم هامة جدا، ولكن حضراتكم عارفين إن المصاريف والتكاليف بالنسبة للطالب النهاردة لم تعرف قليلا، فمثل هذه المعارض دائما بتؤدي إلى إتاحة كافة السلع المطلوبة بأسعار جيدة. لم نقتصر فقط على الأدوات المدرسية، ولكن كذلك على الجزء الغذائي اللي بيطلبه الطالب، سواء من اللحوم المبردة أو المعالجة أو الألبان أو الجبن أو العصائر أو كذا، وبالتالي برضو في جناح في المعرض في هذه المنتجات.